يمكنكم اعتبار قطاع الغذاء والزراعة القطاع الأكبر في العالم، إذ ينتج ما تزيد قيمته على تريليون دولار سنوياً. صحيح أن كل منطقة تواجه تحديات مختلفة، لكن الزراعة في جميع أنحاء العالم تجمعها نقاط مشتركة. يعد الاستخدام الكفء للمياه جزءاً هاماً من زراعة المحاصيل على النحو الصحيح، فالري الفائض عن الحاجة مضر. وإذا قستم نسبة الرطوبة في التربة، فستتمكنون من اتخاذ قرارات أفضل بخصوص إدارة الري، ولكن هذا سيتطلب سنوات، وهذا ليس مفاجئاً. توفير الغذاء للعالم ليس بالمهمة البسيطة، وخلال العقود القليلة القادمة سيصبح عمل المزارعين أكثر صعوبة، إذ يتوقع تقلص كمية المحاصيل بقدر كبير، وبالأخص في أرجاء الولايات المتحدة. تعد شركات ناشئة مثل كروبيكس بتوفير أجهزة استشعار وأقمار صناعية ستوفر الوقت والمال والماء، لكن السؤال الهام هو كم ستبلغ التكلفة؟ وهل سيكون مجال الزراعة الذي يعرف بجموده مستعداً لتجربة أمور جديدة؟ لإلقاء نظرة أقرب على عمل كروبيكس، زرنا مزرعة في نورث بند بولاية نبراسكا لنعرف المزايا التي سيحصل عليها أي مزارع يستخدم تقنياتها. إن كروبيكس منصة تجمع بين البرمجيات والمعدات وكثير من التحليلات، إنها تشمل كل شيء بما في ذلك فحص المحاصيل من الفضاء وتوفير أجهزة استشعار فريدة تثبت تحت الأرض وفوق أوراق المحاصيل لإعطاء صورة شاملة للمزارعين وكذلك لشركات تصنيع الغذاء التي تتعاون معهم وسلسلة توريدهم أيضاً. يبدأ الأمر بالتركيز على تحسين إدارة الري، إذ يقدم آلاف العلماء حول العالم توصيات لتحسين الري. أحمل جهاز استشعار نسبة رطوبة التربة الذي تنتجه شركة كروبيكس. إنه جهاز له ثلاثة استخدامات، إذ يجمع بيانات رطوبة التربة ودرجة الحرارة وقابلية التوصيل الكهربائي على ثلاثة أعماق محددة أسفل التربة. يخبرنا هذا المستشعر نحن المزارعين متى ينبغي لنا ري النباتات ومتى ينبغي ألا نرويها، كما يحدد لنا كمية المياه المطلوبة لكل حقل بعينه. ري المحاصيل بالكمية المناسبة من المياه أمر ضروري، لأنه يوفر علينا كثيراً إذا فعلناه على النحو الصحيح من حيث سلامة البيئة والتكلفة. لكن إدارة الري هي واحد بين أمور عدة تفعلها الأجهزة. يساعد قياس قابلية التوصيل الكهربائي على قراءة نسبة النيتروجين، وعبر قياس نسبة ارتشاح النيتروجين في التربة نحدد احتياجات التربة من النيتروجين بفاعلية أكبر، بالتالي تتحدد كمية الأسمدة المطلوبة وتستخدم فقط عندما يحقق منها المحصول أقصى استفادة. أجهزتنا باتت موجودة على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية حول العالم، وعندما تفكرون في الأثر الهائل الذي نقدمه ستجدون أن النتائج مذهلة. استطاعت تقنياتنا توفير كمية مياه أكبر من المياه التي تستهلكها كل الأسر في مدينة تضم مليون إنسان. تقول كبيرة موظفي قسم الاستدامة في كروبيكس بريجيت هوكنز إن الاستدامة ليست مجرد نقطة يجب استيفاؤها ضمن العلاقات العامة الناجحة، بل هي مسألة أساسية لقوة أي مشروع تجاري، كما أنها ذات جدوى لأنها توفر المال على المدى البعيد. يجب أن يكون أي مشروع تجاري مربحاً، لأنكم لن تواصلوا أعمالكم إذا لم تجنوا الأرباح، لكن جانباً مما يجعلكم تكسبون الأرباح هو الحصول على عملاء يقدرون عملكم ومستثمرين مستعدين لدعم رؤيتكم ومساركم، وتبحث أعداد متزايدة من هؤلاء العملاء والمستثمرين الذين يركزون على الجودة عن شركات تقدر الاستدامة وتعمل على تحقيقها. أجرينا تجارب متعددة تثبت أن نظام إدارة الري من كروبيكس يمكنه توفير نسبة تتراوح بين 20-30% من المياه مقارنة بكمية المياه المستخدمة قبلاً. نشهد تطبيق تقنيات توفير المياه في حقلين إلى ثلاثة سنوياً، وفي نبراسكا يعني هذا توفير 1200 دولار من تكاليف الري لكل تطبيق. أضف لذلك أننا شهدنا زيادة في غلة المحاصيل بنسبة تتراوح بين 10-15%. قد تزداد أهمية هذه البيانات الدقيقة في ظل المستقبل الذي يصعب التكهن بأحداثه. تساعد شركة كروبيكس ومنافسات لها مثل أجريبل وكالتيفا وبروسبيرا على جعل ذلك المستقبل أقل سوءاً للمزارعين،
كما تعينهم بالطبع على جني الأرباح من محاصيلهم. إذا استمرت الأحداث بالتوجه حسب ما نشهده حالياً من تغير جوهري في الأنماط، فسنشهد ظروفاً مناخية أشد حرارة وجفافاً، كما سنشهد ظواهر مناخية متطرفة تتسبب في الفيضانات. ورغم أن تلك ستكون الظروف الأشد، فحتى مع الظروف الطبيعية ما يزال التغير والتقلب محتملين. لذا نريد أن نتوسع بطريقة تسمح لعدد أكبر من المستخدمين بالوصول إلى خدمات كروبيكس. وأسرع طريقة لفعل ذلك هي تطوير منتج سهل التوسع، وينبغي أن يكون بسيطاً سهل التركيب والاستخدام وسهل الاتصال بالإنترنت ليوفر إمكانية العمل من أي مكان في العالم. لدينا أيضاً جهاز كروبيكس للقياس من بعد، أو البوابة كما نسميه، وهو جهاز يدمج مع مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، ويمكننا تشغيله في غضون بضع دقائق، كما أنه يسجل نسب الأمطار في موقع معين بالحقل. تعمل كروبيكس في قطاع قديم جداً يشتهر بعدم استحداثه تغيراً يذكر على مر السنوات العشرة آلاف الماضية. من ناحية أخرى، يتوقع المستثمرون جني الأرباح، فيما يكمن التحدي من ناحية التكنولوجيا الزراعية في بطء تطبيقها، فنحن نخدم سوقاً موسمية. لذا فإن العمل مع مستثمرين يتفهمون ذلك أمر بالغ الأهمية. أضف لذلك إذا واجه المزارعون صعوبة في استخدام المنتج أو إذا تعطلت الأجهزة بلا إمكانية لإصلاحها، فلن تكون منتجاتنا جذابة لهم. لهذا نود في كروبيكس كسر ذلك القالب النمطي ومعالجة كل تلك المسائل سريعاً.